أهلا وسهلا بكم يا نظر عيني، يا نظر عيني، مرهون قلبي بكم يا أهل الحامية، يا أهل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، ويتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من برنامج ملتقى النشامة. يا مرحبا بكم في مضافة العم أبو فايز من عمامنا البعيثة. حياك الله أخي أبو فايز. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا وسهلا، حياك الله. عم أبو فايز، علوة تعطيني هيك تعريف عن عشيرة البعيثة لو تكرمت. يا ميت، أهلا وسهلا، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم عمامي في مضافة السادة البعيثة نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء. بالنسبة لآل البيت وكل من ينتسب إلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وتشرف بانتمائه إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر من آل البيت. ومن أهم العوائل والعشائر من آل البيت السادة الرفاعية التي تتفرع إلى عشائر كثيرة منتشرة في كافة الأقطار العربية، في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي أغلب البلدان العربية. ونتحدث في هذا اللقاء عن السادة الرفاعية. السادة الرفاعية تنتسب للسيد رفاعة الكبير دفين المغرب بالأندلس. السيد رفاعة الكبير هو الجد الجامع للسادة الرفاعية، يعني في جدين بنفس الاسم الرفاعي. السيد رفاعة هو جد السادة الرفاعية. نعم، هناك الرفاعي، وكل رفاعي، كل رفاعي ينتسي يرجع نسبه إلى السيد رفاعة. تمام. الرفاعية تتفرع إلى ثلاثة فروع. السيد رفاعة دفين المغرب عاد من ذريته إلى سوريا وإلى العراق، ثلاثة فروع يطلق عليهم العسليون والثابتيون والمدنيون. بالنسبة للمدنيون، ذرية السيد عبد الله المدني سكنوا في المدينة المنورة. وبالنسبة للسيد السادة الرفاعية الذي جاء منهم السيد يحيى، السيد يحيى جده لسيدنا أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره العزيز، وسكن في العراق في واسط. ولقب بنقيب الأشراف في البلاد العربية. تتفرع السادة الرفاعية إلى من هذه الفروع، ومنهم السادة العسليون نسبة للسيد محمد عسلة وجدهم سيف الدين عثمان. نعم. بالنسبة للسادة الرفاعية الثابتيون، ويتفرع منهم من يرجع نسبه إلى السيد إسماعيل الصالح وإلى السيد عثمان. نعم. الأخوة، اثنين أخوة لسيدنا أحمد الرفاعي الكبير. نعم. من السادة ذرية إسماعيل الصالح لدينا عشائر كثيرة، وأغلب هذه العشائر وأشهر هذه العشائر المتواجدة يعني في سوريا وبالعراق السادة أنعيم. نعم. الذي رجع نسبه من سيدنا عز الدين أبو حمرة. نعم. ابن السيد نعيم ابن السيد أحمد ابن السيد إسماعيل الصالح. نعم. ولهم تواجد كبير في سوريا وفي العراق، وعشائرهم معروفة تنتشر في كل محافظات سورية وأغلب محافظات العراق. ونعم منهم. بالنسبة للسادة العسليون، في منهم أيضا عشائر كثيرة تتواجد في سوريا وفي العراق، منهم السادة الشمسيون والذي ترجع قبيلتنا إليهم نسبة للسيد محمد شمس الدين الكبير ابن السيد عبد الرحيم ومهد الدولة. نعم. ويطلق عليهم أيضا السادة الرجبيون نسبة لابنه السيد رجب الكبير. نعم. بالنسبة للسادة البعيثة، أطلق علينا اسم السادة البعيثة نسبة إلى جدنا السيد عيثة الكبير. السيد عيثة الكبير ولد وترعرع في البصرة. نعم. في العراق. ما شاء الله عنك، الله يجزيك الخير أخ فايز، يعني وضحت وفصلت، الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. معنا الأخ أبو إبراهيم جبوري، حياك الله أبو إبراهيم.
أبو إبراهيم، كونك يعني من ضيوفنا جبور ونعم من جبور العشيرة العريقة، نحب نسمع منك زهيري. أجبور عندهم كثير زهيري، يعني مشهورين بزهيري إن شاء الله. بعد شبوب حافظتك بذاكرتك تسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هذه القصيدة الصالحة المهيدة الترف، هذا كان بالأسر. نعم. وقالها هو بالأسر، قال: المال تجي من الطيبين يحمول، تف الليالي ذلوله فوقها حموله. اللي يرتجي من لحم الطيب يحموله نيران تسنى، ولا كنه قرابة وجار. جار تار المودات لو كانت بعيدة الجر. رجال هم للقانمة تجار مثل الشوامغ، الكل من لاذ يحموله. يحموله. هذه للصاحب المهيد الترف صاحب. صح لسانك. أبو إبراهيم طبعا لا نرتوي من الشعر. بدك تتابعنا إما زيري أو قصيدة، عاد شو تحب تسمعنا؟ يقول له قصيدة النوب بيوت زهير، يقول: نعم. المال يقول بس أنا وقت رماني بضيج، مو كلها وخلى أموري على البيذات، مو كلها مو كلها بيع إلا تفراق أي علاج، ما كلها خلاني وقتي على لحن الشجواني، أنذال رماني بيدهم ماني، واللقمت بيد النذل ولاني، واللقمت المومني دجواد ما كلها. يقول له الناس ناسين رب الناس شكلها، ناس بنعيم وسعد وناس شوكلها، دحج على دنياك ما تنحزر شو كلها، ترجع زعاني في جمرة القضى تقول لك ألا نتوازيك، لابد يوم وتقول لك شو هذه لقمة عديمة جا شو كلها. يقول له الناس ناسين ناس كتب تحت مي، وناس الضيمك قبل لا تنتخي تحتمي، صدق المعادن على نار الوكد تحتمي، بين الأصيل النقي واللي تلف الصدى، اقطع دليلك عن دروب الخطايا وصدى، واعلم بأن الرجل شيمة وشهامة وصدى، وملاذ بي كل خايفة تحتمي تحتمي. ما شاء الله، صح لسانك صح بدنك. نسمع قصيدة أبو إبراهيم. تبشر. هذه قصيدة العواد التبان من الشرقاط، يقول بها: يقول ناقة حج صرت طافة وبظهر البيت، رجعوا واذبحوني بفرحة الحجة، لا يوم شردت لا شكت من الناس، لا بي جرب لا بي رجل عرجة. عيد ماشي مشان نفس عجل بال. ناقة حج صرت طافة وبظهر البيت، رجعوا اذبحوني بفرحة الحجة، لا يوم شردت لا شكت من الناس، لا بي جرب لا بي رجل عرج، سنين انقز قهر بظهر جود الماي، شربوا ارتوا وما حصلت قبقة، الصاعد ما درب حرم البلقيض، داس اشكال جد من الخاطر الرفجة، محابسهم ذهب وبيدي لبس تحبال خشنة، في تقص معصم مقرجة، يتشكي لربعك لولا ربع وياي، بظهري من عصيهم نبت كم شرجة، مداحة وجه يوم الوقت وياك، شمات بوجه يوم الوقت ماجه، أسف أسف لو ذيب ماشل شبدتي وعضاي، ولا ربع التعلش بالحمد بهجة، بهجة يا ذرعش عجب ما شلبن دريت، ولا بيك ارتوت من العطش مهجة، قصة موسم بسك للشلب زتوه، حليبك ماشي فعلك منه مشترجة، وكل هذا وقلت حاسب له الصير، بس خوفك من اللي ذمك وربعك مصدجة، وين يا قلبي لاشن، وين يا قلبي لاشن من تون بسكوت، أبالك تصير لشامتك فرجة، الجمل خنجر بضلعة وما توانى وياه، حمل ضيم المصاب وما وقع خرجة، جوع إعرة تشرد اسكن بصيبات، ولا ينبى فاين يوم تترجى، اخذ لب الحياة ولا تمص قشور، ولا تاخذ حشية الحشية عكس لهجة، احقر ما شفت ناس تهقاها شيوخ، وبدرب النميم الكافر مطرجة،
بدرب النميم الكافر مطرجي. صح لسانك صح لسانك ما شاء الله ما شاء الله. قصيدة العواد التبان. والله ما شاء الله حكم كل بيت قصيدة هذه. الله يجزاك الخير بارك ما شاء الله عنك. الله يجزيك الخير أخ أبو إبراهيم ما قصرت ما شاء الله عنك. معانا الأخ أبو زهير أيضا. أخي أبو زهير عندك من الزهيريات ومن القصيد. نعم. فشو تحب تسمعنا؟ والله يا أخي أبو عناد يعني كل مرحلة لها شعارها ولها قصيدها. نعم. فمرحلتنا هاي يعني مرحلة الجهاد الشامي أو يعني في شعار قالهم قصايد بالعراق أو سوريا يعني. نعم. فأحد الشعار يعني وصى بعشر وصايا. نعم. يقول يا نفس وصيك عشرة من وصايا قدام. قدام. إياك الإشراك بالله العزيز قدام. قدام. وذلي لمن أنجبوا واستبشروا بقدام. قدام. والخمرة ثم الزنا لا تقربي والزور. وإياك أن تشركي من بيت عوذة وزور. زور. والظلم وكل الربا والكذب حملة وزار. واذكر الله يذكرك يوما تزل قدام. طبعا هاي وصايا عشرة يعني تشمل التوحيد وتشمل الأمور اللي نهى عنها الله عز وجل يعني. نعم. لكل المسلمين. زين من يعني تكتمل العادات العربية الأصيلة وتتوج بالتوحيد. بالتوحيد. ما شاء الله. صحيح. ما شاء الله. طبعا العرب الجاهليين كان عندهم عادات ومروءة. نعم. وعادات خصال ما شاء الله أنها يعني. نعم. عظيمة جدا وتوجت بالإسلام. نذكر. نعم. فإحنا إذا شردنا يعني نعاود الرد إن شاء الله. نعاود. نعم. الله يحفظك يا أبو زهير. الله يسلمك. أبو زهير بدنا نسمع منك لسه قصيد. هو إن شاء الله بي قصيدة يعني تخص يعني الوضع إن شاء الله تعالى وهي جيدة جدا يعني. نعم. فأخوانا عراقية يقولون على البس بزون يعني يمتشون. بزون. نعم. فيقول قصديل البزون وقل له هزديلك شاب أمه خير تخجل من درقالك حايط وين تروح وين تطير تزبن على السيد مد الله لو تزبن على السيد هادي لو تنخى شيخة الشرجية وحضرة حق علي الهادي كل هذا وقلت لك ما ينفع بلسان البدوية غادي مو كلهم ذبوا عمتهم والسيد هم صاير عادي راح الوقت كان يشور ما قادر أفهم ما صور يلقط ملحب الحصادة ويشكي من الوضع ويتضور عاف الحضرة والدرباشة وبطل من هاي اللولاشة من الشوفة تقول اسم الله عريس ولابس دشداشة محل ربع من عامين والنام صاير لك بقة وسيد زنقة وصاير بيق وسوادي باقيل ودقة وخضير تال الطابور حفيان ورايد له لقة عاد البس يقول عاد باوع بيا شويه وقال بطل من هاي الموال. أيوة هو كل سالفته دعي يسولف البس. ايه البزون. ايه يقول له يرد عليه البس باوع بيا شويه وقال بطل من هاي الموال مو مقياس الزلم هدوم ولبسة شفيه وعقال الزلم قلوب وقطع ضروب ومقوار اللي ينطح بهطوب وسودة بوجهه القبر الزنقه ولو شبت بالقاع شبوب مو قده وبس خلى الربعه تابع ويريد احنا نتبعه لو توقف عده ما يخالف مثله خمسه وسته وسبعه الروس شلون تصير ذيول حزاره هم ما معقول واحنا كنا بان نقول ذول شيوخ عيال شيوخ برنا وحزامين وجوخ وامريكا الهسه تضربهم هم يقولوا مرثا لوخ فلتسقط امريكا ويسقط كل خاين تابع لامريكا شي يصير ان منا بلا كهرب شي يصير ان ما كنا كيكه وصفنات الديوان بليل يا عنبر يا ريحه هيل يا سيف ويا دكت محيسن يا سنقي ويا رهامه خيل يا حجي ومسبحه بيده يردد وياها الترتيل كل ذنب الخرازي غفره من الشاهد لشميل الميل وذولا ويانا وذولا وياكم وذولا العبرهم بلام ولا دهلت بيهم الاجدام كان الحكي يرد الراح بلية فوق وضرب سلاح لبسية الثكلة الهبرية لحد اليوم وبطل نياح وقولي عقب الهلاهيل يسقط راس الصاير ذيل وراس المدهون ببرطيل ويسقط بطل السفن أب وتسقط وياها إسرائيل وراح البزون بلاذير وهو يقول لي تسقط 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 وسلامتكم كسر البزون والله صح لسانك صح بدنك الله يجزيك الخير ما شاء الله قصيدة طيبة بارك الله بيك ما شاء الله عنك أخي أبو زهير الله يجزيك الخير وانتصرت مقالة الشاعر على مقالة البسة جزاك الله خير نعود إلى حيث بدأنا مع الأخ أبو فايز صاحب هذه المضافة الكريمة أخي أبو فايز العشائر العربية مثل ما تفضل أخونا أبو زهير يعني بهذه الفترة الشديدة والعصيبة على كل أهل الشام وأهل العراق والبلاد انقسمت العشائر تقريبا من حيث المناطق الإقليمية من حيث السكن والإقامة فإحنا عاد وين نتجه نقول العشيرة صارت نصين
من هي تتبع الثاني لما نتبع عاد يعني نص العشيرة صار بجهة والنص الثاني بجهة، فهي هم العشيرة وهي هم اللي يتبعون. أولا أهلا وسهلا بكم، حياك في الله. هذا المقام يعني يحضرنا مقال أو يعني مقالة أحد الملوك، كان عنده رجل سايس خيل، فطلب منه قال له بدك تفرق لي بين الأصيل وبين المؤصيل يعني الكديش أعزكم الله، بده يختبروا السايس الخيل، بده يختبروا السايس الخيل. اي نعم. فهذا السايس جاب له اثنين من هالشباب أخيوه اللي شديدين شوي قبضايات، وجمع الخيل وقال لهم اضربوهن، فأوجعوهن من الضرب. نعم. بعد ما خلصهم رشنها حطنها الاعلاف بالمعالف وفلتهن على الاكل. نعم. فالاصيل كان وقف ما اكل، ما فعل ياكل، ما فعل ياكل. والكديش عزكم الله مباشره حط راسه بالمعلف وبلش ياكل. فبعدين بهالطريقه هاي فرز له الاصيل من المؤصيل. والسالفة عاد عند اللي يفهمونها. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك يا ميت. نعم وصلت. الله يجزيك الخير يا فايز، شرفتونا يا ميت. اهلا وسهلا بكم، حياك الله. الله يجزيك الخير اخي فايز، والله ما قصرت ما شاء الله، يعني اوجزت وتكلمت بحكمة بالغة، بارك الله فيك. اخي ابو ابراهيم جبوري حياك الله، بدنا نختم، فايش تحب تسمعنا قصيدة نختم بها حلقتنا؟ خير ما نختم به ذكرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. القصيدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعا من بديع الخط باللقم، مثل الغمامة أنسار سائرة تقي حر وطيس للهجر حمي، من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما حوى القار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالقار من إرم، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وغاية الله أقنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الإطم، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك الخير وصح لسانك صح بدنك. في الختام، وكان مسك الختام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا أن نشكر جميع الأخوة المشاهدين والحضور، ونشكر الأخ صاحب المضافة على حسن الضيافة أخونا أبو فايز، والشكر موفور إلى عشيرة البعيثة الأشراف الهاشميين، وإلى لقاء جديد في برنامج ملتقى النشامة إذاعة الثورة. أهلا وسهلا بكم يا نظر عينيا، يا نظر عينيا، مرهون قلبي بكم يا أهل الحمية، يا أهل الحمية.